أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله. طلبة الصف السادس إعدادي، تحية إجلال لحضراتكم. عندنا اليونت 5 نتعلم بها بعض المفردات، تعرفون نبدأ بها بالكمباوند ووردز، الكلمات المركبة. عزيزي الطالب بعد قلبي، لاحظ عندنا هنا على اليسار to the left عندنا كلمات نزاوجها، نسويها matching مع كلمات أخرى على to the left or on the left، نأخذ من عندهم حتى نسوي كلمات جديدة. Oh great، لاحظ مثلا هنا عندنا لاحظ عندنا boarding card، أخذنا boarding ويا كلمة card صارت boarding card، ولو الخط مو عدل بس يلا ما يخالف تحملوني. زين a travel سفر، نريد نقول مثلا مكتب سفريات travel agency، agency معناتها وكالة، وكالة السفريات تصير. five star hotel يعني فندق خمس نجوم. واو package deal يعني فد صفقة، package يعني package مرزوم سوية، يعني فد شيء مثلا شو نقول سفر وغداء وإقامة نسميها package deal. packed lunch يعني غداء أو وجبة طعام مغلفة جاهزة، شلون السفر نسميها packed. تمام سكي اللي هو تزلج، سكي ريزورت يعني مكان للتزلج للاستجمام نسميه، ريزورت يعني مثل ملجأ. اوكي والله ما تحضرني بالعربي اعذروني، بس هي هاي هيجي. زين car hire او car rental يعني ايجار سيارات. self catering يعني بدون طعام، self catering فتكون ويا apartment يعني شقة أو accommodation أي مكان بي self catering اللي أنت تطبخ أكلك، يحطوا لك مطبخ وغاز طبعا وأدوات وأنت عليك أن تجيب طعام وتطبخ. site ماكو غير هاي الكلمة القديمة اللي هي sightseeing عزيزي هنا، وبعدها شو تكون sea front اللي هي خط الساحل أو المنطقة اللي هي مقابلة للبحر. sea front نلاحظ هسه الكلمات مثل ما كتبناها yes لاحظ عزيزي صار عندنا boarding card عزيزي بعنا boarding هاي الكلمة بمعنى boarding على متن أو يركب على board on board نسميها. فboarding card اللي هي الورقة مالتك أو بطاقة السفر بالplane مثلا بالship نسميها boarding card. travel agency مكتب السفريات. five star hotel أبد مو فندق خمس نجوم. package deal تكلمنا عنها مثلا عدة أشياء ب بمعاملة واحدة بشيء واحد يعني سألت له وصل علي خلنا ننتهي. زين باكت لانش يعني فد شيء غدا باكت يعني سفري، باكت يعني مغلف وكذا، باك يعني يغلف يرزم. سكي ريزورت هذا اللي عمركم ما راح تروحوا له، هو زي ما تمشون تروحون تسوون تزلج الله يخليكم. self catered apartment الشقة اللي هي بس تقعد بيها ما يجيبوا لك أكل، ما حد يدق عليك الباب ويجيب لك ريوق وغدا عشاء، تحلم أنت كنت تطبخ. sightseeing يعني تطلع تباوع مناطق وكذا. تمام sea front اللي هي خط الساحل قلنا أو المنطقة اللي مقابلة للبحر، والله يوفقكم إن شاء الله. عندنا بعد تمرين نريد نخلي به هاي المفردات. لاحظ عزيزي وينك يا التمرين يا التمرين يا التمرين here it is.
لاحظ عزيزي الطالب أو الطالبة، يعني خطيئة من الطالبة، يعني نقول بس الطالب. طلبتنا الأحبة، لاحظ if we، نخلي لك هذا. أها great. sorry. يلا if we get a، لو نحصل على فراغ blank in Spain we can buy، راح نشتري الطعام at the market and make our own meals، واحنا لاحظ عزيزي هاي شي معناته واحنا نطبخ وجباتنا. اذا ماكو غير self catering. اذا نجي هنا شو نقول؟ نقول self، this is Arabic، self catering place or apartment. Apartment. Good. Wow me. زين. نجي هنا. Let's not go on a. ما نروح بفتشي to Italy. من لما نروح لإيطاليا إن شاء الله. طبعا سي أخي ليش تكتب إيطاليا؟ تكتب موصل، تكتب بصرة، احكي على قدك. نتألف كتاب. Okay, let's not go on to Italy. It would be more fun to choose our own hotels. احنا نختار الهوتيل مالتنا. يعني احنا ندور مكان مو ناخذ واحد 5 ستار يا عزيزي. And tours when we get there. يعني احنا نختار السفرات مالتنا. كلمة tour يعني سفرة عزيزي. سفرات، رحلات. رحلات ورحلات. ما اعرف العربي عليكم والانجليزي علي. Okay. Hotels. فنادق قلنا. Choose يختار. إذا ماكو غيرها أعزائي، عرفناها والله. And T اللي هي 5 star. 5 لا تنسى الهايفن. هايفن عندنا. Star Hotel. طبعا هم حاطين تفصيل إذا كان الاسم مركب. عزيزي التمو يمهن بني الكلمات تحفظن وما يجي غيرهن والله. زين. And yes. تعالي هنا أنا. تمام. I can find my، أنا ما جاي ألقى. أخ ما هي. I won't be able، ما راح أكون قادر to get the plane على الطائرة. To get on. لاحظ حرف الجر مع الطائرة نستخدم on عزيزي على متن الطائرة. If I don't find it، لو ما ألقى ما راح أقدر أركب الطائرة. أكيد ماكو غير البوردينج كارد. خطيه والله نضيع البوردينج كارد، ما ادري هو اللي خامطه من عنده. البوردينج كارد. بوردينج كارد. واو. نجي يعني ليتس جو فور ا ووك. هنا عندنا هذا يريد خطيه ضايج، ما ادري ضايج يريد يتمشى. جو فور ا ووك هذا اكسبريشن تحفظه. جو فور ا ووك يتمشى. والله حلو واحد يتمشى خاصه من الاجواء البارده. Along the، نخلي نتمشى على طول. Along ماكو غير فد شيء، احنا قلنا على خط الساحل او فد شيء ماكو غير من هاي. It triggered to my mind something، انه هاي سي فرونت خط الساحل ما يخالف. This evening هذه الامسيه watch the sunset، خلينا نشوف غروب الشمس. غروب الشمس على الماء ماكو غيرها. سي فرونت شلوني وتهم شلونكم؟ لان قاعد تباعون. اوكي اذا اند تي يس سي اعزائي بدون فاصله مباشره سي فرونت. جود. اي دونت لايك بوكينج فلايتس اونلاين، ما احب. بوكينج معناتها يحجز اعزائي، من كلمه بوك يحجز. فلايت معناتها رحلة. أونلاين يقول أنا ما أحب أحجز أونلاين، يعني شو يروح مكتب السفريات. من خلال هاي الكلمات نستدل على الكلام اللي راح يجي، الفراغ اللي Let's go and buy، خلينا نروح ونشتري our tickets at that، ماكو غيرها اللي هي travel agency. Travel agency مفصولة أعزائي، مفصولة.
شارع السعد، حتى هنا شارع السعد مين جابوا هذول؟ زين if you order it now، لاحظ عزيزي لو انت تطلبها، order يعني تطلب شيء، لو انت تطلب هذا الشيء now، the hotel kitchen مطبخ الفندق will make a يسوي لك fed شيء for anyone who is what's that on the tour tomorrow. Who is what? Who is this word is not clear. المهم اذا packed lunch، لانه اي واحد يروح للنزهه باكر الفندق ايش راح يسوي لك؟ ماكو غير packed lunch. لاحظ عزيزي انا ترى حافظها وباقي لي اسئله مو اسبالكم. packed lunch يعني غداء او وجبه اكل مرزومه هيك مرتبه. And yes, great. شوي نريد نحرك هاي لفوق فمسحنا هذني ما يجين إلا بالمسح. Yes and great. لاحظ عزائي I spent، لاحظ هذا فعل شاذ أصلا spend، أنا أنفقت أو خلصت أو ضيعت أو ماذا شري المهم فتشي the morning يعني أنا قضيت الصباح، لا حول الله، at the beach بيم الشاطئ، معناتها قضيت الصباح ويم الشاطئ شو راح يصير عندنا. And in the afternoon وفي بعد العصر بعد الظهر we did some قمنا ب شنو بين السايد سين ونا واضح. خلينا نكمل took lots of photos وطقينا صور ورحنا للتمبلز، رحنا للمعابد رومان تمبلز المعابد الرومانية. اذا شو سوى عزيزي سايد سين سايد سين واو مي شوني اخبل مو كلش اخبل زين سايد سين يو كانت. اذا من خلال هذول اعزائي من خلال هاي الكلمات اللي هي انه spend the morning يعني قضيت الصباح وقضيت المساء وسويت بعض، كلمة did some يجي وراها sightseeing اللي هي رؤية المشاهد الطبيعية عزائي، مناظر طبيعية او اثار، هنا رايحين هم للاثار وماخذين صور. تمام. النقطة 8 you can't rely on، ما تقدر تعتمد على public transport على النقل العام. نقل العام اذا ماكو غير car hire car rental شو نسوي هسه اعزائي؟ نجي لهنا نكتب car، تعرف تكتب car ولا عفيه car hire اللي هي معناتها نفس الشيء car rental بس مو هنا هذه. تمام. اذا تروح تأجر سيارة، السيارة اللي تعجبك طبعا مو هالشيء اعزائي. بالمناسبة كلمة مثلا independently يقول هذا على مود انت ما تكون معتمد على واحد، مستقل. independent مستقل يعني انت تكون راح تسافر باستقلالية اكثر اذا انت سويت car hire معناتها استئجار سيارة. اليوم تعلمنا compound words عزيزي او عزيزتي او اعزائي اثنيناتكم الله يوفقكم ان شاء الله. هذني الكلمات تحفظها املاء كتابه يفيدنك وين ما كان اليوم وباكر مستقبلا، الكلمات هاي مفيده. شكرا جزيلا، نشوفكم ان شاء الله في نبقى بتواصل نستمر نشرح قواعد وقطع وكل شيء كلاشي. واضح عزيزي، نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. So goodbye.